اليوم بعض الحقائب الاقتصادية المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد يعني في يد حركة النهضة يعني، وهذه في نهاية الأمر مسؤولية جسيمة لا أعتقد أنها مسؤولية يعني بسيطة هون. النهضة فاوضت على وزراء معينين لا يجب المس بهم، أسماء أبدت مقترحات أبدت تصورات أسماء معينة واضحين مثلا كان موقفها واضح في إبقاء على السيد المجدوب زياد المجدوب وزير الداخلية يعني، ولهذا الناس كل تعرفوا يعني لما نكون نحن من اكتشف هذا السر أثناء المفاوضة هذا عبروا عليه حتى في الإعلام اللي ما حبش يستقيل مثل ما ذكرت انت. لا 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 أنا كي ذكرت راهو بخصوص الهادي المجدوب مش استقالته البارح وقت البارح باش يردوا عليه يقول لا هو بالتحديد أثناء العملية الشهيرة اللي أنجزها الحرس الوطني في سيدي بوزيد منذ حوالي 3 أشهر قال السيد الهادي المجدوب أنه لم يقع إعلامه بهذه العملية وهدد بالاستقالة يوم الاثنين الموالي اليوم الأحد تاريخ هذه العملية ثم تراجع على استقالته. هوني نحكي على سكوب النجم نقوله هوني. لا 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 الناس كل تعرفها سيوان لا ما خرجش الإعلام رسميا لا لا لا. أنت هوني طرف رسمي طرف رسمي اللي أنا حكيت عليها الاستقالة اللي أنا حكيت عليها واللي تبعناها كغيرنا متابعين الشأن السياسي وتفاصيله هي استقالة هدد بها السيد الهادي المجدوب غدات العملية سيدي بوزيد اللي اقتحمت فيها وحدات من كوموندوس الحرس الوطني مع عقل إرهابيين في سيدي بوزيد كانت هذه في شكل تسريب.